بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، بعض الكلمات في القرآن رسمت أو كتبت من دون ألف، أو بياء زائدة لا تلفظ، أو بواو لا تلفظ، أو بألف إضافية، أو طريقة خاصة جدا لرسم كلمات القرآن. لماذا؟ قد يتساءل البعض، لماذا أسلوب كتابة أو رسم كلمات القرآن يختلف عن أي كتاب في العالم؟ لا يوجد كتاب أبدا على وجه الأرض الكلمة ذاتها تكتب بعدة أشكال، إلا كتاب واحد هو القرآن العظيم. لذلك أنا يمكن أن أقول أيها الأحبة، بما أن القرآن الكريم كتاب فريد من نوعه يختلف عن كل الكتب على الأرض، أنه هو كلام الله، والكتب الموجودة إما كلام بشر أو حرفت بكلام البشر. الكتاب الوحيد الذي حفظه الله من التحريف والتبديل والتغيير هو القرآن العظيم. سأخذكم إلى مثال من أول سورة في القرآن، وهي أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة الكتاب. لو بدأنا بقراءة هذه السورة المباركة نجد أن كلمة بسم من دون ألف، باء سين ميم، بينما نحن نكتبها في كلامنا العادي نكتبها بألف، باء ألف سين ميم، فنحن نكتبها بالألف، باء ألف سين ميم، بسم، بينما في القرآن نجدها من دون ألف، بسم الله الرحمن، أيضا من دون ألف، بعد الميم هناك ألف لا تلفظ، الرحمن، الألف هنا لا تكتب، تلفظ ولا تكتب. طيب عندما نأتي لكلمة العالمين نجدها كتبت من دون ألف، كتبت العالمين، العالمين، ولكن الألف هنا تلفظ ولا تكتب. أما نحن في الإملاء العادي إذا أردنا أن نكتب العالمين نكتبها بألف. كلمة صراط مكتوبة من دون ألف، مكتوب صاد راء ط، لا يوجد حرف ألف هنا، بينما نحن في كلامنا العادي نكتبها صراط بالألف. طيب إلى آخره. هذه الطريقة في رسم الكلمات لماذا؟ ماذا يوجد فيها؟ وما هو السر من وراء ذلك؟ ولماذا كتب القرآن بهذه الطريقة؟ أستطيع أن أكشف لكم اليوم أيها الأحبة بعض الأسرار. السر الأول أن هذه الطريقة في الكتابة تناسب ما يسمى بقراءات القرآن، لأن القرآن، أقول مرة ثانية، هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرأ بأكثر من وجه، يعني قراءة الإمام نافع، الإمام ابن كثير، الإمام ابن عامر الشامي إلى آخره. إذن لدينا 10 قراءات، وكل قراءة لها روايات، فأصبح لدينا عدد كبير من الروايات بحدود 20 رواية للقرآن الكريم. لا يوجد كتاب على وجه الأرض الآن له روايات، لا يوجد، يعني الكلمة تقرأ بأكثر من طريقة وتكتب بأكثر من طريقة أيضا، سبحان الله. سنعطي مثالا على ذلك، مالك يوم الدين، نحن نقرأ في قراءة عاصم، رواية حفص عن عاصم، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقرأ مالك. طب عندما ننظر في القرآن نجدها ملك، لم تكتب مالك. لماذا رسمت بهذه الطريقة؟ ميم لام كاف، ملك، لأن هناك
قراءة أخرى تقرأ هذه الآية هكذا: ملك يوم الدين. طب هنا لاحظتم شيئا أحبتي في الله، أن مالك وملك يعني صفتان تدلان على شيئين. الملك هو ملك، ولكن قد لا يملك كل شيء. المالك هو الذي يملك المكان، يملك المتاع، يملك أي شيء موجود، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ملكا. لاحظت أخي الحبيب، يعني أنت مالك هذه الدار، ولكن ليس من الضرورة أن تكون ملكا. والملك على بلد ما ليس من الضرورة أن يملك ثياب الناس مثلا أو متاعهم. فإذا الله عز وجل هو ملك يوم الدين، أي هو الملك المسيطر المتحكم المتصرف سبحانه وتعالى، وهو مالك أي له الملك، يملك الأرض والسماوات والبشر وكل شيء خلقه، هو ملك لله سبحانه وتعالى. فالمصحف الذي كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كتبت فيه مالك ثلاثة أحرف فقط، ملك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها هكذا وقرأها هكذا ليقول لك إن الله هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. وبالتالي الرسم أعطانا سرا أن هذه الطريقة في رسم الكلمات مناسبة تناسب هذه القراءات، ولذلك هذا سر عظيم أنا أعتبره من أسرار الرسم القرآني. التعليل الآخر لوجود هذه الطريقة في رسم الكلمات أن هناك بناء هندسيا في القرآن، بناء عددي رقمي هندسي، كل حرف موجود في مكانه، فلا تستطيع أن تنقص منه حرفا أو تزيد حرفا. فالفاتحة عدد حروف الألف فيها مثلا برسمها الحالي 22، لو تم إضافة الألف خاصة بكلمة بسم وبكلمة الرحمن 2 يعني، وكلمة مالك وكلمة صراط وكلمة العالمين 5 أحرف، والصراط أيضا 6 أحرف، لأصبح معنا عدد آخر. طيب هذا العدد ماذا يهم؟ هذا العدد يحقق معادلة أخرى ستختل إذا لم يرسم القرآن بهذه الطريقة، سأقول لكم ما هي. الفاتحة هي أم الكتاب، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي كلام الله، فالله وضع فيها ما يمكن أن نسميه البصمة الإلهية، الإعجاز الإلهي، توقيع إلهي موجود فيها. ولكن كيف نرى هذا التوقيع؟ إذا قمنا بعد حروف الألف واللام والهاء، هذه الحروف هي التي تكون كلمة الله. يعني الله عز وجل خلق الكون واختار اللغة العربية لغة لكتابه العظيم، وهي لغة أهل الجنة أيضا. هذه اللغة تتألف من 28 حرفا، من هذه الأحرف 28 اختار 3 أحرف، الألف واللام والهاء، ليسمي نفسه الله، وهي ذاتها حروف لا إله إلا الله، ألف لام هاء، أعظم عبارة يمكن أن تنطق بها هي لا إله إلا الله، تتألف من ألف لام هاء، وأعظم كلمة تنطق بها هي الله، أيضا تتألف من 3 أحرف هجائية ألف لام هاء. طيب سورة الفاتحة
الله سماها السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السبع المثاني نحن لا نعلم لماذا سميت بالسبع المثاني. مثاني من ثنى الشيء كرره ضاعفه، يعني كأن الله يريد أن يقول لنا انتبهوا، هذه الفاتحة فيها نظام يعتمد على الرقم سبعة ومكرراته، سبع مثاني تثنى تكرر. فعندما قمنا بإحصاء حروف الله يعني ألف ولامها، كان عدد حروف الألف 22. بالطريقة التي رسم بها القرآن الذي بين أيدينا الآن، رسم العثماني، وهي ذاتها التي رسم بها القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الألف 22 حرف، اللام 22 كذلك، والهاء 5، المجموع أصبح 22 زائد 22 44 زائد 5 الهاء، 44 زائد 5 كم؟ 49 حرفا. حروف الله في الفاتحة 49 حرف. ماذا يساوي هذا العدد؟ بتفكير بسيط نجد أنه يساوي 7 في 7، 7 مضروبا في 7 يعطينا 49، السبع المثاني. وكأنك كررت الرقم 7 7 مرات، ثنيته 7 مرات فأعطاك العدد 49. إذن هنا الله عز وجل أراد لحروف اسمه عز وجل أن تتكرر في سورة الفاتحة 7 في 7 حرف، يعني 49 7 ضرب 7. لو أن أحدا فكر أن يحرف القرآن ويضيف حرف ألف واحد فقط، يعني لو أحد قال أنا سأكتب كلمة بسم بالألف، وعلى فكرة لن ينتبه لها أحد من البشر، ولكن الله حفظ كتابه، تعهد هو بحفظه عز وجل، سيصبح عدد مجموع حروف الله 50. لن نرى أي إعجازا في هذا العدد له علاقة بالرقم 7، ليس من مضاعفات الرقم 7، ولا نستطيع أن نرى أي شيء فيه يتعلق بالرقم 7. فهذا يدل أيها الأحبة أن الحرف المكتوب في القرآن له ميزان، له حساب، له مقدار، وكل شيء عنده مقدار سبحانه وتعالى. فإذا لدينا هدف هو البناء الرقمي أو الهندسي في القرآن، عدد الحروف يجب أن يكون هناك عدد حروف محدد ليحقق هذا البناء وهذه المعادلات الرقمية وهذه المضاعفات للرقم 7. والهدف الآخر أن يحقق القراءات. طريقة الرسم هذه تستطيع أن يعني هي التي تحقق 10 قراءات، لاحظت أخي الحبيب؟ وبالتالي هنا لا يوجد شيء عبثا في هذا القرآن، كما أن الكون لا يوجد فيه ذرة عبثا، كذلك القرآن ليس فيه عبث، ليس فيه فوضى، ليس فيه عشوائية، ليس فيه أي مصادفة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.